بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. يونسيف تدعو الحكومة للتحقيق في هجوم قرية ماستر بغرب دارفور ومحاسبة مرتكبي العنف ضد الأطفال. والي شمال دارفور يتعهد بتحقيق الأمن والسلام والعدالة بالولاية. وزارتا المالية والدفاع تتفقان على تكوين آلية مشتركة لبحث متطلبات السلام. أهلا بكم. قال مكتب منظمة اليونيسف في السودان إن الهجوم على قرية ماستري بولاية غرب دارفور أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 9 آخرين، جميعهم بين السن عام والثلاثة أعوام. وأشارت يونيسف وفق بيان إلى أنه وفقا للتقارير فإن حراق 1500 منزل أدى لترك العائلات والأسر دون مأوى أو وجود للخدمات الأساسية في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيد-19. وأكدت أنه لا شيء يبرر الهجمات على الأطفال، ودعت الحكومة السودانية للتحقيق في هذا الهجوم ومحاسبة مرتكبي العنف ضد الأطفال. وأوضحت يونيسف في بيانها الرسمي أن الأطفال والأسرة في المنطقة بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي. تعهد والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي ببذل قصارى جهده لتحقيق قيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة فيما يتعلق بالسلام والعدالة وتحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة. جاء ذلك عقب تسلمه مهام عمله من اللواء ركن مالك الطيب خوجة لوالي ولاية شمال دارفور المكلف. ورهن عربي تحقيق الاستقرار والأمن والطمأنينة بضرورة تعاون الحكومة والقوات النظامية وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقال عربي إن الدولة المدنية هي الدولة التي يلعب فيها المدنيون أدوارا مهمة وبالغة في الأمن والسلام، مؤكدا وقوفه وتعاونه مع القوات النظامية حتى تطلع بدورها. وأضاف أنه لا تنازل عن شعار المدنية خيار الشعب. وترحم عربي على شهداء الثورة بالبلاد وشهداء الولاية بوجه خاص الذين راحوا جراء الأحداث الأخيرة. تمت إجراءات التسليم والتسلم بين والي شمال كردفان المكلف السابق اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان. وأعلن خالد مصطفى والي شمال كردفان خلال مراسم التسليم والتسلم التزامه التام بمواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين بجانب الاهتمام بقضايا الشباب ومعاش الناس، مناشدا الجميع بالوقوف والتعاون مع الحكومة لتحقيق شعارات الثورة، فضلا عن أهم المشروعات وفي مقدمتها مشروعات المياه والصحة والطرق والتعليم والبنى التحتية والطرق الداخلية. اتفقت وزارتا المالية والدفاع على تكوين آلية مشتركة لبحث متطلبات السلام التي تخص الوزارتين. وعقدت وزير المالية المكلف هبة محمد اجتماعا مع وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين عبد الهادي، وناقش الاجتماع العديد من الملفات المشتركة على رأسها ملف السلام الذي يعد أهم أولويات الحكومة للفترة الانتقالية والترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات السلام في مساراتها المختلفة. وأمن وزير الدفاع على أهمية تهيئة وتوفيق الأوضاع لمتطلبات السلام، وأكد ضرورة تفعيل الآلية المشتركة للقيام بمهامها. أعلنت الأمانة أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم عن استئناف الدراسة تدريجيا وفقا للشروط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من الأحد 6 سبتمبر للعام 2020. وأبانت الجامعة أن عملية استئناف الدراسة يسبقه أسبوع التجهيز اعتبارا من 31 أغسطس 2020، والذي تتم فيه عمليات النظافة والتعقيم. ونوهت الطلاب بتكملة إجراءات التسجيل واستلام البطاقات، ونبهت الجامعة إلى أن قرار استئناف الدراسة خاضع للتعديل وفقا للظروف الصحية حينها. وأشارت إلى أن إبراز البطاقة الجامعية شرط لدخول الحرم الجامعي. كما ناشدت الجامعة ولاة الولايات وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج العمل على تيسير عودة الطلاب المعنيين بالقرار.
أعلن المدير التنفيذي لمشروع كوبري الدباسين اكتمال المرحلة الأولى من تشييد الجسر بنسبة 100%، وأعلن أن المرحلة الثانية من التركيب وصلت 65% من الكوبري العلوي الحديدي، وأشار إلى أنه تبقى الفراغ من صب الأعمال فوق الكوبري 420 متر، وهي المرحلة النهائية، وتوقع الانتهاء من تشييد الكوبري بحلول أكتوبر من العام المقبل شريطة استمرار العمل وفقا لما هو مخطط له. وقال الطيب خلال تنوير بالكوبري إن جائحة كورونا أوقفتهم عن العمل لمدة 4 أشهر. وضعت الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم عددا من الموجهات العامة لدرء الآثار الصحية الناتجة عن الذبيح وجائحة كورونا. وقالت مدير إدارة تعزيز الصحة إن الهدف من الموجهات زيادة معرفة المواطنين بالآثار الصحية الناتجة عن مخلفات الذبيح وكيفية التعامل معها في وجود جائحة كورونا وسط مواطني الولاية. وشملت الموجهات أسواق وأماكن بيع الخراف من حيث تحديد أماكن لمبيت التجار ومربي الماشية وتحديد نقاط البيع المباشر مع مراعاة المسافات المناسبة بين النقاط وتوفير البياطرة لفحص المواشي ولبس الكمامات بصورة دائمة لأصحاب ومربي المواشي وتطبيق التباعد بين الباعة والمشترين وغسل الأيدي. بعث الممثل الخاص المشترك لليوناميد كبير الوسطاء المشترك جيرمايا مامبولو برسالة تهنئة إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال الممثل الخاص لليوناميد إن الاحتفال بعيد الأضحى يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن هذا المرض أثر على طريقة احتفال المسلمين بهذه المناسبة ليس في السودان وحسب، وإنما في جميع أرجاء العالم بسبب القيود المفروضة على الحركة والسفر إلى الحد من عدد الحجيج والزيارات. ودعا ممثل يوناميد إلى الالتزام الكامل بجميع هذه التوجيهات والإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية السودانية حتى يتم الانتهاء من هذه الجائحة. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار بكميات تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة، وذلك خلال أول أيام عيد الأضحى الموافق غدا الجمعة، وتستمر إلى ظهيرة يوم السبت في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم، كسلة، الجزيرة، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، القضارف وأقصى جنوب ولاية البحر الأحمر. كما توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولايات البحر الأحمر والشمالية، وأمطار متوسطة في كل من ولايات سنار، كسلا، النيل الأزرق والأجزاء الشمالية من ولاية القضارف. وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر ومراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل، البنك الزراعي يشرع في تمليك ماكينات نقاط البيع لمؤسسات التمويل الأصغر. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد.
أهلا بكم إلى طائفة في الأخبار العالمية، نبدأها من الأراضي المقدسة، حيث وقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهرة اليوم الخميس في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، حيث خفضت المملكة بشكل كبير عدد الحجاج لضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في السنوات التي سبقت ظهور فيروس كورونا. على نحو 3 ملايين حاج يتوافدون من جميع أنحاء العالم على أقدس المواقع الإسلامية لأداء فريضة الحج، لكن بعد أن جعل الوباء التجمعات الكبيرة مستحيلة، ويشكل العاملون السعوديون في الرعاية الصحية والأمن الذين يتصدرون الخطوط الأمامية في المعركة ضد المرض نحو 30% من إجمالي الحجاج، بينما ينحدر الباقون من المقيمين في المملكة العربية السعودية من 160 دولة حول العالم. نجا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي من تصويت لسحب الثقة منه يوم الخميس، بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك، لكن التصويت قد يعزز الانقسامات السياسية في البلاد، وبينما كانت المعارضة تحتاج إلى 109 صوت لسحب الثقة، فقد حصلت فقط على 97 صوتا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية، وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد تضعه على القائمة السوداء حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات. انعكست الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة فيروس كورونا على سوق الأضاحي في الضفة الغربية مع اقتراب عيد الأضحى، وبدت حركة الشراء قليلة في عدد من الأسواق الخاصة بالمواشي، وقد فرضت السلطة الفلسطينية إغلاقا جزئيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها للتصدي لزيادة الحالات الجديدة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الكثير من الأعمال ورفع معدل البطالة إلى نحو 18%. وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أنه كان يتم ذبح حوالي 115 ألف رأس من الأغنام والخراف و10 آلاف من العجول في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عيد الأضحى، وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال 3 أشهر الماضية عن الوفاء بالتزاماتها المالية. أهلا بكم وإلى جولة في أخبار الاقتصاد، حيث دشنت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي المرحلة الأولى من مشروع تمليك ماكينات نقاط البيع لمؤسسات وشركات التمويل الأصغر العاملة بالسودان، وذلك سعيا لتحقيق أهداف البنك في الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر. وتهدف الوحدة إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل وصول خدمات السداد والتحصيل إلى كافة عملاء التمويل الأصغر بالبلاد. وعبر محافظ البنك المركزي الفاتح زين العابدين لدى مخاطبة الاحتفال عن سعادته بالدور المتعاظم الذي ظلت تقوم به الوحدة في تحقيق أهداف الشمول المالي عبر الآليات التقنية الحديثة. تجاوزت جملة الجباية لديون الزكاة بولاية القضارف خلال 6 شهور الماضية 1,400,000,000 جنيه، وقال الهادي محمد أحمد أمين ديوان الزكاة المكلف بولاية القضارف إن هذه النسبة العالية من الإيرادات ترجع إلى تعاون المكلفين خاصة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتصل نسبة المساهمات الولائية إلى 15 و16% كأعلى نسبة مساهمة بين الولايات. وقال المهدي إن هذه النسبة العالية مكنتهم من الصرف بارتياح على أكبر مصرف وهو الفقراء، والذي تجاوز 850,000,000 من الجنيهات، مشيرا إلى سعيهم الدؤوب من أجل توصيل الزكاة للمستحقين من بيت إلى بيت. في خلال 6 شهور بلغت إجمالي جباية 1,423,000,000 بنسبة أداء 117%، وقد كانت ولاية القضارف لها المرتبة الأولى من حيث المساهمة على مستوى السودان بنسبة مساهمة 15.6% من إجمالي الجباية في السودان، ويرجع ذلك
لتعاون الكبير من أخواننا المكلفين خاصة في زكاة الزروع وأخواننا أصحاب الأنعام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم. رياضيا، عقد وفد من نادي المريخ اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد، ناقش الوضعية القانونية لمجلس إدارة النادي الحالي. واستقبل شداد بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء وفدا من كبار نادي المريخ، وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضعية القانونية لمجلس إدارة نادي المريخ الحالي. وبعد التداول تم التأكيد على شرعية المجلس المنتخب الحالي، وأنه في حال انتهاء العمر الانتخابي له في ظل سريان المنشور الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم يستمر إعمار مجالس الإدارات المنتخبة إلى حين صدور منشور آخر وفق ما يطرأ حول قرارات التجمعات. وفي دوائر المريخ أيضا، تشهد الدكة الفنية لفريق الكرة عدم استقرار في ظل تضارب الأنباء حول مستقبل مدرب الفريق التونسي المسلمي، ومما ضاعف من مشكلات الجهاز الفني استقالة مدرب الأحمر الألماني توماس ماير في مهامه. وأرجع مقربون سبب الاستقالة إلى خلاف حول المسائل المالية، حيث أشارت الأنباء إلى أن إدارة النادي اتخذت قرارا بخفض راتب مدرب الأحمال، وهو الأمر الذي رفضه المدرب توماس. ختاما لهذا العرض المسائي الإخباري من قناة الشروق، هذا تذكير بالعناوين. يونسيف تدعو الحكومة للتحقيق في هجوم قرية ماستري بغرب دارفور ومحاسبة مرتكبي العنف ضد الأطفال. والي شمال دارفور يتعهد بتحقيق الأمن والسلام والعدالة بالولاية. وزارتا المالية والدفاع تتفقان على تكوين آلية مشتركة لبحث متطلبات السلام. نشكر لكم طيب المتابعة، مع أمنياتنا لكم بعيد سعيد تتحقق فيه كل الأمنيات على الصعود الشخصية ولهذا الوطن الأمن والاستقرار. تحيات فريق العمل وتحياتي، في أمان الله، كل عام وأنتم بخير.